الدوله والدكتوره ايمه فعلا. دكتوره ايمه يعني ايه الرساله اللي عايزه توجهيها النهارده في يوم المراه العالمي؟ عايزه اقول للجماعات الارهابيه اللي فجاه كده احتلت مصر وحكمت بيها المسيح وهيقولوا ان الستات عوره وانها تقعد في البيت ولا لا، صوت المراه ثوره، والمراه اصلا لازم تبقى ممثله في التاسيسيه بنسبه 50%، وصوت المراه مش عوره، والمراه المصريه هي الام وهي الجده وهي الزوجه وهي الطفله وهي كل حاجه، والثوره مستمره وياخد حكم المرشد.